مرحبا، إلياس المهياوي، قارئ القرآن الكريم وطالب باحث في سلك الماستر بجامعة محمد الأول بوجدة. قارئ الحمد لله، مشارك في عدد من المسابقات القرآنية الوطنية والدولية. نعم، وبالنسبة للمسابقة شاركت في مسابقات عدة، منها مسابقات القارئ العالمي في البحرين. هذه الحمد لله هي اللي خذت واحد السيت، مسابقة تنظم عبر الإنترنت، كيشاركوا فيها عدد كبير من الناس عبر الإنترنت من مختلف دول العالم، وكيتم استقبال المشاركات ديالهم وتتم عبر التصفيات، وإلى الوصول لين المرحلة النهائية. بعد المرحلة النهائية يتم استضافة القراء، يعني الذين تصدروا لائحة المشاركين، وبالتالي تتم المسابقة النهائية في دولة البحرين. أشكر جمعية مبادرة فاعل الخير على هذه الاستضافة. أنا تم استضافتي إن شاء الله للمشاركة بتلاوة آية بينات من ذكر الحكيم ولأداء هذه الرسالة القرآنية، ولا بد أن يستجيب الإنسان هذه الدعوة. أشكر يعني مبادرة فاعل الخير لأنها دائما كما عودتنا أنها تنظم قفلات خيرية وتنظم عمليات خيرية، جزاهم الله عنا كل خير. وطبعا مادام هاد الشباب الحمد لله واقفين، حتى احنا يعني يمكننا اننا نشاركهم، ولو شاركوا يعني في هذا الخير بتلاوة القرآن الكريم ان شاء الله. وان يعني لو لم يتم الاقبال على هاد الفيديوهات، ويعني لو كان ما تنشروش من بعد الكثرة وما كتشوفش واحد العدد ديال المشاهدات كبير، كتكون المشاهدات كثيرة وكيطلع في الطوندوس، يعني المعروف ان غالبا مثل المواضيع التافهة وكذا. لا، هو الحمد لله دابا حاليا يعني كنلتمسوا كنشوفوا ان كاين واحد التنوع حاليا. دابا الحمد لله يعني كنشوفوا ان كاين واحد الاهتمام بقراء القران الكريم، والا شفنا ان تميز ديال القراء المغاربه دابا حاليا في مسابقه قرانيه دوليه، لا بد الله كتشوف كيكون المنافس القوي هو المنافس المغربي، كيتنتظر ان منافس مغربي ياخذ مركز من المراكز الاولى. الحمد لله دابا ولا واحد يعني ولا واحد الاهتمام ولا واحد الاضواء على القراء القرآن الكريم. نرجع للقضية، قلت لك أن نتمنى وإحنا نتمنى إن شاء الله تعالى الجانب الإعلامي، لأن هذا السبب يعني السبب الرئيس هو أنه حتى القنوات الإعلامية كتهتم يعني كتحاول أنها تسلط. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.